نعم وأرصدها لبن علي. هذه الخطوات كيف آلياتها؟ يا هذه الأموال ما مصيرها؟ أين تذهب؟ أقول لك، أنا أيضا مواطن تونسي ثم مواطن سويسري وناشط في الحياة السياسية السويسرية. أقول لك النظام المصرفي السويسري كيف يتم. أولا كرقم، التونسيون لديهم حوالي 621 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 590 600 مليار 600 مليون دولار أمريكي. هؤلاء منذ بضعة أشهر، تقول وزيرة الخارجية السويسرية أنه من بضعة أشهر رصد عملية وزيارات وسفارات كبيرة ووضع أموال من قبل أشخاص تونسيين حوالي 40 شخص، فتم إذن معرفة أنه ثم 621 مليار دولار مع وجود عقارات. سويسرا ماذا فعلت؟ الحكومة بطلب من اللجنة الخارجية للبرلمان السويسري، ونعرف أن سويسرا تحكمها البرلمان، هو تجميد أموال هذه العائلات وعدم إمكانية التصرف في العقارات بالبيع. يعني أنا مثلا مواطن سويسري أريد أن أشتري عقار من مثلا، ثم عند شقة ليلى طرابلسي في جنيف، لا تستطيع أن تشتريه. اسم هذا القانون هو عملية التجميد، أنا أقصد هذا أي عدم التجميد، هل التصرف. يرجع لهذا المال؟ هل تبيعه الحكومة التونسية وترجعه للشعب التونسي؟ بالنسبة للقانون السويسري، عملية التجميد لا تعني طيب عملية طيب إعادة المال. أستاذ الدكتور رياض، سنذهب إلى فاصل قصير نتابع بعده ملفاتنا كلها. لدينا ملف الفساد، وملف أيضا استمرار المظاهرات، وملف أيضا المهدئات السياسية. سنذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام. ومن جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية الحية والمباشرة من قناة الحوار في لندن، وأرحب من جديد بدكتور رياض صيداوي مدير المركز العربي للدراسات والأبحاث الذي حل ضيفا عزيزا في لندن. مرحبا بك دكتور رياض. دكتور رياض، الاتحاد العام التونسي للشغل الآن في ثلاثة وزراء تم سحبهم وقدموا استقالاتهم بشكل أو بآخر، ما تأثير ذلك على ربما انهيار هذه الحكومة؟ هو تأثير مباشر وقوي وحاسم. ليذكر السادة المشاهدين، الاتحاد العام التونسي للشغل كان بمثابة دولة داخل الدولة، كان المعارضة الحقيقية القوية الشرسة المتمكنة والمنتخبة ديمقراطيا على الأقل على المستوى المحلي والجهوي، والتي واجهت الدولة التونسية بعنف سنة 1978 وأطلق عليه النار يعني والمناضلي، وسنة 1984 أيضا تحرك الاتحاد العام التونسي للشغل. حسب رأيي هو من أهم المشاركين في هذه الثورة. أولا فجرها المهمشون، فجر العاطلون والفقراء والمحرومون وهؤلاء اليتامى، ثم تبناها الاتحاد العام التونسي للشغل وشارك هو في الاتحاد العام العمل. التونسي للشغل جاء تحركه متأخرا إلى حد ما، لا لكنه ساهم بشكل كبير لا في سأقول بقاء لك الاحتجاجات. ما حدث في الاتحاد العام التونسي للشغل شيئين، في المكتب التنفيذي المقرب من رئيس الدولة السابق مقرب زين العابدين بن علي يتعامل معه خاصة أمينه العام، ثم المكاتب المحلية والجهوية. القاعدة ثارت على القمة، والقاعدة فرضت أجندتها على القمة، والقاعدة هي التي طلبت القمة المكتب التنفيذي أن يتحرك في هذا الاتجاه، ولا طار المكتب التنفيذي ولم يعد له أي موقع أو أي تأثير في العملية. طيب الآن في ما سر يعني أن الاتحاد العام للشغل الآن سحب وزرائه الثلاثة يعني بشكل، ما الذي يطلبه الآن من الحكومة وهو يعني في جزء كبير منها كان يعني من جزء من النظام السابق؟ أنا حسب رأيي الاتحاد العام التونسي للشغل يريد أيضا أن تكون الثورة جذرية راديكالية، وأن نمر إلى مرحلة أهم وهي الاستقرار كما قلت الذي يضمنه لنا الجيش، ثم انتخابات ديمقراطية عامة لتفرز فيها القوى، ثم تحقيق مكتسبات اجتماعية. تونس لنذكر فيها حداثة اجتماعية، تونس البلد العربي الوحيد الذي قضى على القبلية، لم تعد هناك قبائل. جدي كان يحكي لي على القبيلة، لكن أنا لا أعيش ظاهرة قبلية. حدثت فيها أشياء اجتماعية متطورة جدا، فيها تعليم راقي جدا. لذكر أنا درست في الثانوي، درست فلسفة عصر الأنوار، درست جورج روسو، مونتسكيو، فولتير، ودرست المعتزلة، ودرست ابن رشد. إذا في هذا النظام التعليمي كله يؤدي إلى ضرورة حداثة سياسية، حداثة اجتماعية، الإدارة الاقتصادية التونسية جيدة، ثم الحداثة السياسية وهي الديمقراطية الكاملة الشاملة. طيب انضم إلينا فتحي بالحاج، ناطق باسم التيار القومي التقدمي من تونس. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء الخير أستاذي العزيز. الله يخليك. في البداية يعني شهدت اليوم العاصمة التونسية ومدن أخرى مظاهرات جديدة، مسيرات احتجاج تطالب باعتزال يعني رموز حزب التجمع الدستوري. اليوم اللجنة المركزية قد حلت، المكتب السياسي قد حل، الآن حزب التجمع الدستوري هل بالإمكان القول بأنه في طريقه يعني للحل ولطاح به أيضا؟
والله هذا مطلب الجماهير المنتفضة يوميا، يعني مطلب حل التجمع الدستوري الديمقراطي. فأعتقد أن الجماهير لن تهدأ إلا إذا حل التجمع وسحبت العديد من رموزه من هذه الحكومة، أو بالأحرى سقطت الحكومة وبناء حكومة إنقاذ وطني تكون ممثلة لكل الحساسيات السياسية بدون استثناء، وممثلة أيضا للمجتمع المدني والعناصر أو الكفاءات التونسية المستقلة. طيب استاذ فتحي بالحاج، يعني هذا الحزب حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956 وهو يعني في الحياة السياسية. الآن عملية المهدئات السياسية التي تقوم بها الحكومة الآن ليست كافية، يعني اعتقال آل طرابلسي وآل زين العابدين بن علي، المكافحة الفساد التي وعدت بها لجان التحقيق، ألا تكفي هذه؟ أولا أن هذا الحزب لم حكم البلاد ليس من سنة من الاستقلال، حكمها منذ قام بالانقلاب سنة 34، يعني قرابة قرن، قرابة 70 سنة. والمطلوب الآن أعتقد ليس مهدئات، المطلوب قرارات واضحة تستجيب لنداءات الجماهير المنتفضة يوميا. وأعتقد أنه ما لم تستجب لهذه المطالب فإن الأمور لن تهدأ. أعتقد أن هناك مطلب أساسي وهو محاكمة المفسدين، وأعتقد أن الدستور الحالي وطبقا للعديد من فصوله طبقا لها فإن الرئيس الحالي يتمتع بحصانة أثناء حكمه، أو الرئيس السابق بحصانة أثناء حكمه وما بعد حكمه، وأن هذا الدستور إذا تم اعتماده فإننا ننتهي إلى حصانة ابن علي الموجود الآن في السعودية. فالمطالب المطلوب الآن هو تعليق الدستور، مجلس تأسيسي تشرف عليه حكومة إنقاذ وطني تكون ممثلة من كل الحساسيات السياسية. بالإضافة إلى تفضل. لكن عفوا سيدي، في ظل يعني بأن هذه الحكومة مصرة وماشية في هذه الحكومة ولن تستقيل على الإطلاق، يعني هناك 5 وزراء استقالوا لكنها لن تستقيل، وفي ظل يعني مظاهرات اليوم خرجت في مختلف يعني مناطق البلاد مثل سيدي بوزيد والكاف وجندوبة والقيروان والحامة وجرجس وسوسة وتونس العاصمة، يعني في ظل هذا الوضع استمرار الاحتجاجات واستمرار لهذه الحكومة، هذا الشيء إلى ماذا يؤدي؟ والله هذا ما لا نرضاه، تعرف ان امام اصرار الشعب، يعني اذا كانوا فعلا يريدون الشعب ان يهدأ، واذا كان يكون ان يكونوا يجنبوا تونس اي رد فعل، فالمطلوب الاستجابه لمطلب الجماهير فعلا. فكيف تتجرأ الحكومه على ان تحكم شعب يرفضها يوميا؟ فالمطلوب الاستجابه لمطالب الشارع، طيب يعني هذا مطالب الشارع الذي اطاح بابن علي، هل من الممكن ان يطيح ايضا بالمبزع وايضا بمحمد الغنوشي؟ أعتقد أننا نعول على النظر وأخذ الاعتبار بالأسلوب المدني الذي تعامل به شعب تونس. شعب تونس كان مدنيا في انتفاضته، لم يخرب، لم يحرق، لم يكسر، بالرغم من حالات القتل المتعمد، الإطلاق بالرصاص التي مارسه جهاز الأمن السابق، وعملية الحلقة التي قامت بها مجموعات تابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي. أعتقد كل ما ندعوه بكل صدق، واليوم وقعت ندوة في تونس حضرتها العديد، كل الحساسيات السياسية تطالب بكل صدق تجنيب تونس أي مسار عنيف. إننا لا نريد العنف، وانتفاضتنا وثورتنا نريدها أن تبقى متميزة على الآخرين، أنها غير عنيفة سلمية، تطالب الآن برحيل رموز النظام السابق. هل كل رموز النظام السابق سيدي هم يعني ملة واحدة، كلهم سيئون، لا يوجد واحد كما قال الغنوشي بأنهم نظيفو الصفحة بيضاء، لا يعانون لا من فساد ولا من إلى استبداد ولا من هنا إلى من هذا الكلام؟ أستاذي العزيز، المشكل لا يطرح بهذا الشكل. هناك قلنا لا نريد أن يكون فراغ دستوري في البلاد، فالاحترام الدستور الحالي والبند 56 أن يكون رئيس مجلس النواب هو رئيس الجمهورية المؤقت، هذا لا اختلاف به، أو بالأحرى الفصل 57 هذا لا اختلاف فيه. يعني المطلوب الآن هناك مطلب شعبي جماهيري، بناء حكومة إنقاذ وطني، وكل ما نطلبه من الفريق الحالي بدون حقد، بدون دعوة إلى الاجتثاث أو كل الدعوات التي مرفوضة مطلقا، أن تبادر بتعيين شخصية وطنية مستقلة يشرف على حكومة إنقاذ وطني تساهم فيها كل
الحساسيات السياسية. هذا ما نطلبه، ومطلب على أعتقد كل من يسمع المظاهرات، كل من يسمع